مش هو خلونا الطواري كله. لا لا بنقول لهم شيء بتابعون باذن الله. فيها المشروع العظيم بنقول فعل المعروف جمعيه البر بالمدينه المنوره عندهم مشروع جميل جدا ورائع. نعم. اللي هو كسوه الشتاء، هدفهم 10,000 كسوه. تخيلوا كم قيمه الكسوه الواحده؟ 100 ريال وتوزع على زوار المدينه وعلى الارامل والمحتاجين والمساكين. وجمعيه البر جمعيه رائده جدا، وما شاء الله يعني ترى قطعنا مشوار كبير. المتبقي 5,300 كسوه فقط، 4,700 كسوه تم انجازها، باقي من 10,000 5,300 كسوه. وقيمه الكسوه الشتويه الواحده 100 ريال. والله العظيم انك يوم تدفع ال 100 ريال هذه انك بتشعر بشعور سعاده وفرح، لانك اول شيء فعلت فعل معروف وتصدقت واسعدت نفسك وكفرت عن سيئاتك. والله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده بفعل الصدقه. نعم. وبالك دعوه من شخص والله انك ما تدري، يمكن البرد وشايل الهم ذا البرد من السنه اللي طافت، وش بيجينا السنه الجايه في العام الشتوي، وش بيجينا من ملابس، وش بيدفي اعمارنا. لكن اليوم اليوم تعطيهم ذا القبع يدفون به، ذا الشرابات عزكم الله واكرمكم، الملابس الشتويه، البيجامه، وتدفى ويقولون الله يجعل اللي دفانا في الدنيا ان ربي يكفيه حر نار جهنم، وانه يدخل جنات النعيم، وانه يرفع له في منزلته، وانه يكفر عن سيئاته. ويدعون لك بالدعوات الطيبه، والله انها توصلك، وان الله سبحانه وتعالى كريم واكرم منك، والله سبحانه وتعالى عند نيتك انت، نويت يعني اكثر من نيه في نيه واحده، الله سبحانه وتعالى يجازيك اضعاف اضعاف. وهذا من كرمه وسعه فضله. والله انه مشروع عظيم جدا، نحث انفسنا قبل ذلك على المبادره فيه. حتى سبحان الله العظيم من ناحيه العائد المالي، ما هو بالعائد النفسي فقط، حتى عائد مالي. صحيح. هي تجاره رابحه. نعم. اللهم به رجل أعمال يقول إن يعني يتصدق بمبالغ مهولة، ويقال له يا أخي كيف تتصدق يعني وتحذف ذا الدرهمان وما تخسر؟ قال والله إني أحذف ذا الأموال صدقة، وإني أرجع لتجارتي وأعين ربي مضاعف حالي ومضاعف الأرباح ومضاعف الخيرات. سبحان الله العظيم. ناهيك عن العائد النفسي، إنك صحيح. أنت سبحان الله وأنت تنفق في سبيل الله وتفرج كربة مكروب، يا أخي فيها استئناس داخلي ما هو طبيعي. لما حطيت رأسك على الوسادة وأنت تدري أنك أنفقت أو فرجت كربة مكروب، لها عائدها النفسي اللي لا يمكن أنه صحيح. يكون خفيا عليك. نعم. 5,300 كسوة ما هي بشيء، ترى باركود على الشاشة والحسابات موجودة، و100 ريال الكسوة الواحدة، وحسبتها ترى مختلفة يا أبو حمود، حسبتها الأجر والمثوبة. يعني ربما الواحد يقول أنا مثلا أعطي وأبذل وأتصدق وما أرى الرد أو أنها تتضاعف.